ولد والت ديزني في 5 ديسمبر عام 1901 في ولاية شيكاغو، وهو من أصل أيرلندي. ظهرت موهبة وشغف ديزني بالرسم منذ الصغر، وحصل على أول عمل له عندما طلب أحد الجيران منه رسم حصانه الخاص. وفي عام 1911 اضطرت عائلة ديزني للانتقال إلى كانساس سيتي بعد أن اشترى والده شركة لتوزيع الجرائد. فكان ديزني وأخوه يوزعون الجرائد قبل المدرسة في الساعة 4 صباحا ومرة أخرى في المساء. ترك ديزني المدرسة وهو 16 سنة ليلتحق بالصليب الأحمر كقائد سيارة إسعاف في فرنسا في الحرب العالمية الأولى. كان يحب ديزني رسم الكرتون على جوانب سيارات الأسعاف. عاد ديزني إلى أمريكا ليبحث عن وظيفة كرساماً كاريكاتورياً، وبالرغم من موهبته إلا أنه قوبل بالفتور من جانب الصحف المحلية، وتم فصله لأنه لم يملك مخيلة واسعة وأفكار جيدة. فوجد عملاً لدى شركة مقابل $50 شهرياً في مجال الإعلانات، ولكن ما أذهله كانت صناعة الرسوم المتحركة في السينما. بدأ بإنجاز أفلامه الخاصة ولم تتجاوز مدة الفيلم دقيقة واحدة، فأغرت الجماهير وسحرتهم. ترك ديزني وظيفته وأسس استوديو ينتج أفلاماً للرسوم المتحركة، مستوحياً إياها من القصص الخرافية الشهيرة. بالرغم من نجاح الأفلام فلم يدر على ديزني عوائد مادية، وأعلنت الشركة إفلاسها. أقنعه شقيقه الأكبر روي بالانتقال إلى هوليوود، وهناك أسس الشقيقان معاً استوديو الأخوين ديزني في جراج سيارات عمهما. استطاعت الشركة النجاح، وفي عام 1927 ابتكر ديزني شخصية الأرنب أوزوالد ولاقت نجاح باهر. ولكن للأسف وقع ضحية احتيال أحد الموزعين، خسر حقوقه الشخصية وكل موظفيه. وبينما كان ديزني يتأمل موقفه الحرج في طريق عودته إلى هوليوود، أدرك الشاب البالغ من العمر 26 عاماً أن عليه ابتكار شخصية جديدة، فولدت شخصية الفأر مورتيمور الذي تطور لشكله النهائي ليصبح الفأر ميكي، ميكي ماوس. ومن هنا توالت النجاحات. كانت أحد أحلام ديزني هي بناء ملاهي ليس لها مثيل في العالم، وفي عام 1952 افتتح ديزني لاند في ولاية لوس أنجلوس بتكلفة تبلغ $17 مليون، وقام 2200 شخص لبناء عالم ديزني الساحر. والت ديزني هو الشخص الأكثر ترشحاً لجائزة الأوسكار في العالم، فرشح ل50 جائزة وحاز على 22 جائزة أوسكار. أصيب ديزني بسرطان الصدر الذي أودى بحياته عام 1966، وكان في 66 من عمره.